مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. أصبر أصبر، ما الأنبياء كلهم صبروا، أنت مش قادر تصبر؟ الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان أن أنت تبقى طاهر وعلى وضوء. الحمد لله، لما تقول الحمد لله بس، الحمد لله وحدها تملى الميزان. أما تحمد ربنا على أي ابتلاء تملى الميزان وحديها. ده في ناس هتأتي يوم القيامة ميزانها مليان بالسيئات وما عندهاش ولا حسنة واحدة بس، ومليانها والميزان كله سيئات وما عندهاش حسنة. وقف بين يدي الله في ليلة ظلماء وقال الحمد لله، فجاءت الحمد لله في ميزان الحسنات فدخل بسببها الجنة. الحمد لله تملأ الميزان. قول الحمد لله واملأ حالك بالحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. يا سبحان الله والحمد لله، ما الواحد يقولها تملأ ما بين السماوات والأرض. طب ده ما بين السماوات والأرض، ما بين السماء والتانية 500 سنة. طب دي 7 سماوات و7 أراضين. لما أقول سبحان الله والحمد لله أملأ ما بين السماوات والأرض تسبيح. طب ليه بخيل على نفسنا؟ ليه كل واحد بخيل على روحه؟ الصلاة نور، الصلاة ده هي النور بتاعك يوم القيامة، النور اللي هيدخلك الجنة. صلاة الفجر، صلاة الفجر لو الجامع ده المجمع ده كان في صلاة الفجر هنهزم اليهود والورا اليهود، إنما في صلاة الفجر وكل الواقفين صفين 3 بالكتير. الصلاة نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. صلاة الفجر نور ليك يوم القيامة، حافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأنك جعدت الليل كله جايم بين أيدي ربنا. الصلاة نور، الصدقة برهان، برهان على إيمانك إنك تطلع وتتصدق وتدي الناس المحتاج. ادي أخوك، ادي المحتاج، ادي المريض، اديله النهاردة ربنا ما يحوجكش لحد بكرة. اديله النهاردة ربنا يغني ولادك بكرة. اديله النهاردة هتلاقيها في قبرك بكرة. لازم كل واحد يبص لبكرة، ما يبصش تحت رجليه. لو كل واحد بص تحت رجليه مش هيشوف قدامه. احنا عاوزين كل واحد يبص لبكرة، هنعمل ايه بكرة؟ يا ترى بكرة فيه ايه في القبر؟ يا ترى يوم القيامة هنقف ازاي بين ايادي ربنا؟ اما ربنا هيسألنا عن الصدقة وعن الصلاة وعن الزكاة هنقول له ايه؟ الصدقة برهان، الصبر ضياء، ضياء قدامك يا اخي، هينور لك كل شيء. الصبر ده هيصبرك على كل بلوى. القرآن حجة ليك أو عليك. عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. كل أمرك لربنا خير. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يبقى أمر المؤمن كله خير، أمرك عند ربنا خير. لو جالك خير بتحمد ربنا، لو جالك سوء بتحمد برضه ربنا. من يرد الله به خيرا يصب منه. لما ربنا يبقى عايز لك خير يرزقك ببلوى من عنده كده، يرزقك بنفحة من عنده، شوية مرض،
ابن كده يرغص عليك حياتك، اب كده هو يرغص عليك حياتك، ام كده هو تكرهك، زوجة كده هو ما تخليك ما تطيقش عمرك ولا حياتك، زوج كده هو ما يصرفش على اولاد ويسيبهم كده ملجحين وخلاص، والست تجري وتتعب. اصبري اصبري، بكره ما انتش عارفه فيه ايه. اصبروا، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، ياخد منه يديله بلاوي علشان نخبي له الخير.